وقد قال هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن اللاعبين أدوا ما عليهم طوال الفترة الماضية واستعدوا جيدا لمباراة روسيا، وأكد أن مشاركة صلاح بشكل أساسي في مباراة اليوم لم تحسم بعد. محمد صلاح جاهز لمباراة روسيا كما أنه كان جاهزا قبل مباراة أوروغواي الأولى، لكن الجهاز الفني فضل إراحته في هذا اللقاء. لم يحسم حتى الآن مشاركة محمد صلاح أساسيا من عدمه أمام روسيا. نجم ليفربول الإنجليزي لاعب مهم لأي فريق يمثله، كما أنه لاعب مميز أخلاقيا. المنتخب المصري جاء إلى كأس العالم لتحقيق نتائج طيبة. البعض يطالب محمد صلاح بتسجيل 3 أو 4 أهداف. هذا صعب في المونديال لأننا نلعب أمام أفضل منتخبات في العالم، وكل فريق لديه طموح كبير، ونحن أيضا نلعب للفوز ولا نخشى أحد. جربت أكثر من خطة من أجل إحراز أهداف، وأتمنى أن تكون هناك نتيجة أفضل أمام روسيا، خاصة أن اللاعبين لديهم الآن ثقة أكبر في أنفسهم بعد مواجهة أوروغواي التي قدمنا فيها عرضا قويا، لكن النتيجة لم تكن في صالحنا. بالفعل هناك أزمة في الكرات العرضية بالنسبة لنا، لكننا نعمل على حلها وعلاجها من خلال جلسات خاصة مع المدافعين.